إطلالة صباحية جديدة وبداية أسبوع جديد نفتح فيه نوافذ الأمل والتفاؤل والحب، وصباحكم خير وين ما كنتوا متابعينا، وحياكم الله معنا في برنامجنا اليومي شاي ضحلي دايم نسلط فيه الضوء على مواضيع تهم الأسرة والمجتمع وتحديدا المرأة. بعد ما صبحت عليكم بكل خير أصبح على زميلتي فاطمة. يا صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير افتخار، وصباح الابتسامة والسعادة والإيجابية، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. من خلال أكيد برنامجنا راح نتواصل معاكم في مواضيع كثيرة تهم كل سيدة وكل أسرة قاعد تتابعنا. من بعد عطلة نهاية الأسبوع رجعنا لكم كلنا طاقة وحيوية وإيجابية ومواضيع مهمة إن شاء الله، وضيوف بينورونا في حلقة اليوم. اليوم انتقلنا إلى مكان جديد ومميز وإطلالة مميزة في الكويت، في تحديدا في مجمع البوليفارد. أجواء حلوة ومميزة إن شاء الله، راح نقدر ننقل لكم تفاصيل كثيرة، والأهم أكيد مواضيعنا الاجتماعية والأسرية اللي تهمكم. فعلا يا فاطمة، انتقالنا إلى مكان جديد قد يثير كثير من المخاوف، ولكن دائما نقول نحسن الظن، نحسن الظن في المكان، نحسن الظن في الأشخاص. فاطمة، حسن الظن بالآخرين جدا مهم، وقد ذكر في مواضع كثيرة من القرآن أن حسن الظن واجتنبوا كثيرا من سوء الظن مشاهدينا. لذلك حسن الظن يجب أن يكون نابع من داخلنا، وهذا من صفات الإنسان السليم والمسلم الذي تربطه علاقة جيدة مع ربه ومع الآخرين كذلك. فعلا افتخار، وأيضا حسن الظن يعطي الإنسان راحة وسلام داخلي. دائما الأشخاص اللي عندهم شكوك وعندهم ظنون تجاه الآخرين دائما ما تلاقينهم قلقين متوترين، والخبراء شافوا في هذا الموضوع أن الأشخاص اللي دائما عندهم هذه الأفكار وما يقاومون الأفكار السلبية اللي تيجيهم، خاصة الخاصة بالأشخاص اللي يتعاملون معهم، راح ينعكس بشكل مباشر على طريقتهم في التعامل مع الآخرين، وأيضا الأرق نعم. يكونون معرضين أكثر من غيرهم في أن يصابون في الغرق في الأرق. فأكيد الواحد عشان ما يغرق في هذه الأفكار السلبية والأفكار الغير منطقية أيضا، في أن إحنا ندخل في نوايا الآخرين، إحنا اللي علينا أن إحنا نحسن الظن ونمشي في حياتنا بشكل إيجابي ونحارب هذه الأفكار. هي ترى حرب أفكار دائما تكون على الشخص، فإن الشخص ممكن نيته مو زينة، أو هذا إحنا منو عشان نحكم على الآخرين ونوايا الآخرين، خاصة الأشياء اللي إحنا ما نملكها، شيء غير ملموس. أفكارهم نواياهم شيء غير ملموس، إحنا اللي علينا تعامل الأشخاص معنا، نشوف أفعالهم، نشوف تصرفاتهم، نشوف كلماتهم، هي اللي تعكس لنا مدى صدقهم والسلام اللي هم عايشين فيه، واللي ينعكس أكيد هذا الشيء على تعاملهم معنا. فعلا، احمل أخاك على 70 محمل، يجب أن نعطي العذر، يجب أن يكون عندنا حسن الظن، يجب أن يكون نسمع من نفسنا، ولا اسمع مني ولا تسمع عن غيري. التعامل مع الآخرين بالفترة الحالية في هذا الزمن الحالي أصبح عندي الكثير في شكوك، أعاشرك بعدين أصدر أحكامي، لكن الصعب تدرون متى مشاهدينا من أصدر أحكام على أشخاص مجرد أني سمعت عن فلان إنه سيء. نبي شوية أضيق نقول الدائرة وبأتكلم عن العائلة. يعني البعض يقول حق الأب في دعوة ضد ابنه إن ولدك فيه وفيه وفيه، هني مكان يجب أن يكون مكان المحامي، لا أصب غضبا على أبنائي مجرد ما سمعت من أطراف أخرى أن ابني سيء، بالعكس يجب أن أحتويه، يجب أن أحسن الظن فيه، لأن أنا أعرف ربيت بأي طريقة، وأيضا أنا أعرف ابني أين مدى. لذلك يجب أن أكون ليس قاضيا وإنما محامي حتى يثبت العكس. يا فاطمة، فعلا حسن الظن مثل ما قلت يا فاطمة انعكاسه حقنا إحنا ومردودنا، سواء كانت راحة فكرية وراحة قلبية. نتعامل مع الناس في أخلاقنا، دائما يقول وليس في أخلاقهم، إذا أنا حسنت ظن فيه وهو طلع العكس فهذا يمثله وليس يمثلني، ولكن إذا كان
هو جيد، وأنا أسأت في ظن إني رب العالمين رح يحاسب يا فاطمة طبعاً. لأنك قلت عن هذا الشخص بما فيه. لذلك مشاهدينا خلينا نحسن الظن بالآخرين، وخلينا نقول أنا عند مثل ما قال رب العالمين أنا عند حسن ظن عبدي فيه بالضبط. إن ظن بي خيرا فهو خير، ورب العالمين أكيد ما يأتي إلا بالخير. فعلا افتخار يعني حسن الظن مو بس مع الآخرين، أيضا مع الأحداث مع أنفسنا، فنحن نتفائل في الخير في التعامل مع الأشخاص مع الأحداث اللي بتصير لنا في يومنا، وخاصة في بداية اليوم حلنا الواحد يتفائل بالخير ويتوكل على الله ويمشي بخطوات ثابتة في الحياة. أيضا من المؤشرات اللي درسوها في هذا الجانب من الأشخاص اللي عندهم سوء ظن بالآخرين، تلاقين دائما افتخار أن علاقاتهم بالآخرين متوترة ومتوترة، ما عندهم استقرار في العلاقات. فالواحد لازم يرجع إلى الداخل ويحارب هذه الأفكار. وعلى فكرة من بعد ما الواحد يعيش في سلام فكري مع نفسه ويحارب هذه الأفكار اللي تيله، من بعدها ممكن يولى اختبار ثاني من بعد الأفكار. هي تي على مستويات، عقب ما الواحد ينظف معتقداته وأفكاره تجاه الآخرين ويحسن الظن راح يلا مثل اختبار أي شخص يشككه بالآخرين. دائما تلاحظين أحيانا يعني حتى في المسلسلات نشوف أن في طرف ثالث كأنه هو اللي يزرع سوء الظن في العلاقات. فحتى هالأشخاص هذا المفروض أن احنا نبعدهم من حياتنا لأنه يعتبرون شخصيات سامة. وإن شاء الله اليوم إحنا منطلقين في حلقتنا بكل إيجابية وكل تفاؤل مع بداية الأسبوع ومع ضيوفنا اللي إن شاء الله بينورونا في حلقة اليوم. خلكم معنا لا تبعدوا، رجعت لكم أنا وافتخار من بعد هذا الفاصل. ضيفتنا القادمة الدكتورة هنادي المباركي، مستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار. معكم ندى المضاف، تابعوني في فقرة صديقي هو ابن المراهق. لطيفة اللغاني مدربة اتيكيت بروتوكول دولي، تعالوا نتعلم أسرار جميلة جدا في فن الاتيكيت. رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى، والانطلاق اليوم راح تكون مع فقرة الاتيكيت. الاتيكيت من فنون الحياة اللي حلنا الواحد بين فترة وفترة يراجع هذه القواعد المهمة في حياتنا. عالم مميز وفن مميز راح نتعرف عليه في فقرتنا القادمة والاتيكيت. تابعوا الفقرة. صباح الورد وصباح الجمال عليكم جميعا في برنامج شاي الضحى، معكم لطيفة اللغاني مدربة اتيكيت وبروتوكول دولي. اليوم بندردش وبنسولف عن اتيكيت استخدام الهاتف. شفتوا هالقطعة الصغيرة؟ هي اللي تترك عنك انطباع جميل او انطباع سيء غير مرغوب فيه اطلاقا، سواء كان هالشيء عن طريق السوشيال ميديا، سواء بحياتك العامة، سواء انت طالع مع احد، كل هالامور في هذه القطعة الإلكترونية الصغيرة. في بداية الموضوع احنا الحين قاعد السوشيال ميديا قاعد تربع عرش التواصل بيننا وبين اهلنا واصدقائنا وكل الناس. كل ما تترك عنك انطباع راقي حظيتك شخص راقي، اتيكيتي، ذرب، سنع، المواصفات الجميلة كلها بتكون فيك. تخيلوا لما انت تعلق تعليق سلبي في حساب احد معين من أهلك من أصدقائك على أساس أن أنت مثلا من نوع من أنواع الميانة أو الغشمرة أمام الآخرين، لازم تنتبه.
لما تتدخل في أمور، يعني أنا أنصح ثلاث أمور لا تستخدمون فيها هذه القطعة الصغيرة. ليش؟ لأن فيها الكثير من المسائلات القانونية، فيها الكثير من الانتقادات اللي ممكن تؤدي إلى جرح الآخرين. السياسة، لا تدخلون في السياسة إطلاقاً، ولا في الدين، ولا في المذاهب، ولا في الأسئلة الخاصة المحرجة اللي ممكن تأذي الآخرين فيها. لما نقول مثلا حضرتك رايح مطعم، رايح مكان، قاعد في طاولة حتى لو كانت مو رسمية، قاعد طالع مع الناس، الموبايل ما ينحط على الطاولة على مائدة الطعام، يا أما ينحط على جنب عندك على الكرسي أو بين على ريولك فوق المنديل مثلا أو تحت المنديل، بحيث أنه وجوده على الطاولة يكسر كل قواعد الأتيكيت والبروتوكول، وأيضا ما في احترام للطعام اللي موجود على المائدة، وفي قلة التواصل البصري مع الآخرين، وإحنا قاعدين نسولف ونتكلم وناكل مع بعض. وايد أحزن لما أشوف عائلة كاملة أو أحد طالع وقاعدين بمطعم كل واحد ماسك موبايله ما معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم جاي الضحى. في هذه الفقرة راح نسلط الضوء على المبادرات الاقتصادية الخليجية، ومعنا ضيفة منورتنا بالحلقة راح تكلمنا عن هذا الجانب. معنا الدكتورة هنادي المباركي، مستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار. حياك الله معنا دكتورة في برنامج جاي الضحى. أهلا وسهلا فيكم، وتشرف دوما في استضافتي في هذا البرنامج المميز. صباح الخير دكتورة هنادي، وحياك الله، وبداية أسبوع إن شاء الله نقول مليء بالإنجاز. قدمت كثير من المؤتمرات وأيضا المبادرات سواء كان على الصعيد الخليجي أو الدولي. في البداية حابة تعرفينا عن نقول المؤتمر الخليجي. نعم، قبل أن نبتدي في المؤتمر الخليجي نحب نتكلم عن المبادرة وتعريف هذه المبادرة. المبادرة هي عبارة عن خلاصة، المبادرة الخليجية هي خلاصة عمل متواصل أكثر من 20 سنة نحو التنويع الاقتصادي ونحو النمو الذكي القائم على الرقمنة، وكذلك لنقل أفضل الرؤى المستقبلية والتجارب العالمية الناجحة إلى الدول الخليجية، تماشيا مع رؤى دول الخليجية 2035، وكذلك إيمانا منا في تقدم ورفعت الدول الخليجية حتى تصبح في مصاف الدول العالمية، وأخيرا تأكيدا منا على أن الدول الخليجية هي دول ذات قوة اقتصادية وسياسية وتسكن في بيت خليجي واحد. هذه هي عبارة عن تعريف للمبادرة الخليجية، وفيما بعد إن شاء الله راح نتطرق إلى التحدث عن المؤتمر اللي هي من ضمن مخرجات المبادرة. نعم، ودنا نتعرف دكتورة أكثر
أكثر على أهداف هذا المؤتمر في تطوير الجانب الإبداعي والابتكاري الاقتصادي في الخليج؟ نعم، أولاً نود أن احنا نقول ما هي أهداف المبادرة الخليجية. أهداف المبادرة الخليجية هناك هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو لنقل رفع المؤشرات رفع المؤشرات التنافسية الخليجية وربطها بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر ريادة الأعمال ومؤشر براءات الاختراع ومؤشر كذلك التكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. أما الهدف الثاني للمبادرة وهو التنويع الاقتصادي نحو الاقتصاد الرقمي مثل برامج عبر استخدام البرامج مثل برامج الابتكار وبرامج ريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال. هذه أهداف المبادرة الخليجية على أساس أن إحنا ندخل عشان نكون نركز على المبادرات الخليجية. نركز على المبادرة ومنها راح ننطلق على المؤتمر. أي نعم. طيب دكتورة هنادي، ما هي مخرجات هذه المبادرة الخليجية اللي ما شاء الله نقول أسهبتي في شرحها؟ أي نعم، بالنسبة حق المخرجات هذه المبادرة هناك 4 مخرجات رئيسية تم تطبيقها، في حين جرت العادة أن المبادرات تبدأ بطموحات وأفكار غير قابلة للتطبيق أو يعني مستقبلا تطبق. أما مبادرة الخليجية فهي طبقت على أرض الواقع ب4 مخرجات رئيسية. أولا هو إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنويا ولتبادل الخبرات العالمية والمحلية والإقليمية والعالمية. الأمر الثاني من المبادرة وهو إنشاء مسرعة الأعمال الخليجية التي تركز على تقديم برامج خليجية للدول الخليجية. أما الجزء الثالث من مخرجات المبادرة وهي إنشاء إطلاق مجلة إلكترونية تكنوبارك باللغتين تحتوي على محتوى متميز للأسرة الخليجية وتركز على الابتكار وبراءات الاختراع وكذلك على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أما المخرج الأخير للمبادرة اللي هو إصدار سلسلة من الكتب المتنوعة اللي خاصة في التنويع الاقتصادي وخاصة في برامج حاضنات الأعمال وبرامج مسرعات الأعمال وكذلك برامج ريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا. وتعتبر هذه الكتب خارطة طريق للدول الخليجية للاستفادة من هذه التجارب العالمية وتطبيقاتها كتطبيقات ناجحة. وجميع هذه الكتب متواجدة على منصة أمازون للاستزادة المعرفية. نعم. حلو، يعني إن في منشورات وفي مجلات وبأكثر من لغة لنشر هذا الوعي عند الأسرة العربية والخليجية بشكل خاص. إذا نبي نتكلم عن الموضوع الافتراضي، إن الحين المؤتمر افتراضي، هل اختلف هذا العام أو هذه الظروف يعني خلقت نوع يعني جديد من المؤتمرات الافتراضية؟ وهل كان في عقبات بالنسبة لكم لأن الظروف مختلفة عن السابق؟ بالنسبة لنا ما في أي اختلاف، لأن المؤتمرات الافتراضية كانت تقام بالسنوات السابقة كما هي في الدول المتقدمة، وحتى إحنا عندنا ما يسمى بالكونفرنس كول، كانت الاجتماعات العالمية والاجتماعات الخليجية والاجتماعات حتى المحلية تقام فيرتشوال، يعني تقام افتراضيا من غير تواجد يعني الأشخاص مع بعضهم بعض في قاعة واحدة. أول شيء هذه الأمور الافتراضية يعني مثل ما يقولون قصرت المسافات وكذلك يعني وفرت الأموال الكثيرة حق الأشخاص وقربت كذلك التكنولوجيا وتطبيقاتها. أي نعم، قد تكون كورونا دكتورة هنادي عجلت في استخدام التكنولوجيا، ومثل ما أنت شفت كثير من المنصات الافتراضية نقول باتت واضحة خلال السنتين الأخيرة. طيب أهداف هذا المؤتمر الافتراضي في دعم الذكاء نقول
وأيضا ريادة الأعمال، الذكاء والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وأيضا ريادة الأعمال. أي نعم، بس على أساس أن إحنا ما يصير عندنا لبس في الموضوع، لو نوضح أن المؤتمر هو مؤتمر افتراضي عالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. هذا الاسم المؤتمر. إذا جينا نعرف ما هو هذا المؤتمر أو نبذة بسيطة عن هذا المؤتمر، يعتبر هذا المؤتمر هو تجمع للخبراء والممارسين والحكومات وأصحاب القرار وكذلك المؤسسات التمويلية والأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة ومد جسور تعاون فيما بينهم على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي. وهي فرصة يعني خلينا نقول لا تعوض لتواجد هذه النخبة العالمية والخليجية لتبادل الأفكار والتجارب العالمية، في حين أن هذا المؤتمر سوف يعقد من 16 إلى 18 نوفمبر، ونتشرف بتواجد الجميع، وراح يكون بإذن الله على منصة الذكاء الاصطناعي التي تجمع العالم كله في هذه المنصة. ويعني منصتنا تتميز كذلك بقوة السوشيال ميديا، باعتبار أن الحين أصبح السوشيال ميديا عامل كبير في التواصل بين المجتمعات. فعلا يعني حلونا تفعيل جانب السوشيال ميديا في حياتنا بهذا الجانب الإيجابي وبطريقة الإيجابية في التواصل مع الآخرين ونشر الثقافة والتوعية. إذا نبي نتكلم عن جانب المحاضرين في المؤتمر، من هو أبرز الأسماء اللي راح تكون موجودة معاكم؟ المحاضرين اللي موجودين في المؤتمر ما راح نذكر حاليا أسماء، نفصح عنهم إن شاء الله في لقاء آخر حتى لا يعني ندخل في حرج. أولا مؤتمرنا بإذن الله راح يعقد من 16 إلى 18 نوفمبر للتذكير، تحت رعاية معالي الوزير الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير التعليم العالي. وسوف يكون عندنا أول ساعة من المؤتمر على خلال الثلاث أيام استضافة النخبة الخليجية على مستوى عالي رفيع المستوى، وهي القيادات الخليجية والوزراء والشيوخ وكثير من اللي راح يشاركون معنا. راح يكون معنا مشارك 36 شخصية خليجية عالمية دبلوماسية في هذا المؤتمر، يعني وما زلنا في يعني تقديم كذلك الدعوات مستمرين. المؤتمر سوف يضم 300 خبير عالمي، وهذه الخبراء يعني موزعين على دول مختلفة، قد تصل عدد الدول المشاركة إلى 80 دولة. وبالنسبة للمشاركين سوف تشارك معنا المنظمات العالمية الاقتصادية. مؤتمرنا ليس بمؤتمر أكاديمي، وإنما هو مؤتمر الخبراء والممارسين، يختلف كل الاختلاف عن المؤتمرات الأكاديمية، لأن في هذا المؤتمر سوف تطرح في الاستراتيجيات والتطبيقات الناجحة لهذه الدول. يعني خبرات الآخرين والدول الآخرة. إيه نعم، وتبادل الخبرات معهم. وبإذن الله راح يكون عندنا 300 خبير يمثلون أكثر من منظمة، بما فيهم منظمة الوايبو، منظمة الأمم المتحدة، منظمات تابعة للأمم المتحدة، عندنا البنك الدولي، وراح يشاركون معنا من الاتحاد الأوروبي، راح يشاركون معنا المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية اللي خاصة بالاتحاد الأوروبي، ومنظمات كثيرة ما تحضرني. راح يشاركون معنا الثينك تانك، أكبر انستيوشنز اسمه أسبن انستيوشنز من واشنطن دي سي، وهذا يعتبر الثينك تانك اللي فيه أكبر استراتيجيات طبقت في الولايات المتحدة وفي العالم كله. وراح يشاركون معنا مشاركات كثيرة على مستوى رفيع كمتحدثين خليجيين ومتحدثين من الدول العربية. لا نود الحين أن نذكر شخص يعني عن الآخر، لأن عندنا 300 خبير، ما نبي نزعل أحد، نبي الكل حبايبنا، لأن هذا المؤتمر مد جسور تعاون
تعاون وتقارب اجتماعي بيننا وبين جميع المشاركين. اي نعم دكتورة هنادي، ما شاء الله سردتي سر جميل في التنوع الفكري والثقافي، وايضا تنوع ما بين البلدان سواء كان على المستوى الخليجي او العربي او الدولي. طيب ما هي المحاور التي ستطرح في هذا المؤتمر الافتراضي لدعم نقول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحتى ريادة الاعمال؟ اي نعم، بالنسبة حق محاور المؤتمر، يركز المؤتمر على مجموعة من المحاور. المحور الاول هو افضل التطبيقات العملية الناجحة لمنظومة الابتكار ومنظومة ريادة الاعمال ومنظومة الذكاء الاصطناعي. وكذلك سيركز المؤتمر على كذلك دور الابتكار وتدريسه في المناهج التدريسية، وكذلك افضل كذلك تعزيز الخدمات الافتراضية والتقليدية. هذا شيء مهم اللي هو الخدمات الافتراضية والتقليدية اللي تفضلت فيه قبل شوي، الخاصة ببرامج الابتكار وريادة الأعمال. وكذلك عندنا راح نركز على أفضل الأدوات والاستراتيجيات المستخدمة في برامج الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، باعتبار هذه البرامج برامج عالمية مطبقة وناجحة على جميع المستويات. لذلك انتهجت الدول الخليجية في هذه التطبيقات بتطبيق، يعني خلينا نقول وضعت هذه البرامج على أولوية خططها الاقتصادية، وأخذت الدور الكبير في إنشاء الصناديق السيادية وإنشاء الجامعات والمراكز الخاصة في الابتكار وريادة الأعمال. ولذلك نجد أن الدول الخليجية قد يعني خلينا نقول تصل إلى مصاف الدول العالمية في تطبيقاتها الناجحة. نعم حلو، يعني افتخار لما نشوف هذا الاهتمام بهذا الجانب، وأن يكون في تبادل خبرات، وأن الواحد يشوف التجارب الناجحة ويطبقها على أرض الواقع. صحيح صحيح. أستاذة هنادي، تطرقت في حديثك إلى سلسلة كتب في الأمازون، بصراحة حابة أركز الضوء وأيضا ألقي نظرة من خلال حديثك على هذه الكتب، ومن الفائدة منها، من أي فئة راح تستفيد من هذه الكتب التي تم إصدارها؟ إي نعم، بالنسبة للكتب اللي أطلقتها، هناك العشرات من الكتب المتواجدة باللغتين العربية والإنجليزية على منصة أمازون. جميع هذه الكتب استخدمت منهجية النهج الكمي والنهج الكيفي بالاعتماد على المقابلات الشخصية والاعتماد على الاستبيان والمسح الكمي والكيفي لجميع خلينا نقول المشاركين فيها للاستفادة من التجارب العملية، وليس هي عبارة عن كتب خلينا نقول يعني أكاديمية لا تمت بصلة. وبعد هذه ما يتم إعداد الكتاب أو إعداد يعني خلينا نقول إنتاج هذا الكتاب، يتم التركيز على وضع خارطة الطريق للتطبيقات الناجحة. فكل الكتب تحتوي على خارطة الطريق للدول الخليجية والدول العربية للاستفادة، وكذلك الدول العالمية. لأن مثلا أحد الكتب اللي أقمت فيه سويت مقارنة عالمية بين الدول النامية والدول المتقدمة لبرامج حاضنات الأعمال، وهذا الكتاب لم يسبق أن يتطرق لأحد. يعني موضوع جديد. هو مو موضوع جديد، نفس الموضوع، لكن هذه البرامج باعتبارها برامج عالمية وذات يعني وزن عالمي، الدول المتقدمة دائما تركز على بحوثها وإنتاجها العلمي على دولهم، لا يلقون اهتمام كبير على الدول الخليجية أو يلقون اهتمام كبير للدول العربية. لذلك أنا ركزت وكان جل تفكيري وتركيزي على الدول الخليجية حتى يعني نصل إلى مصاف الدول العالمية. طبعاً عندنا تجارب جدا ناجحة في هذا الجانب. نعم أكيد. نعم أكيد. حابين دكتورة في ختام اللقاء نسمع منك كلمة أخيرة لكل متابعينا. أي نعم، أشكركم جزيلا على هذا اللقاء، وكذلك أدعو جميع المهتمين والمختصين والمبتكرين وأصحاب خنقول المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتمويلية لحضور هذا المؤتمر المجاني الذي سيكون من 16 إلى 18 نوفمبر على مدار 3 أيام لمدة 10 ساعات بإذن الله، باستضافة 300 خبير و36 VIP على مستوى رفيع يعني عالي. نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة هنادي، نورتينا في برنامج جاي ضحى، موفقين إن شاء الله في المؤتمر. سلمت. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة هنادي المباركي. مشاهدينا، ربوا أبنائكم
على زمان فقد على غير زمانكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ندى المضاف معانا اليوم ان شاء الله في هذه الفقره القادمه. كنا نتفق ان اسلوب التربيه وان تغير لكن ما زلنا نحافظ على القيم والعادات. نتابع معكم هذه الفقره. صباح الخير، اليوم موضوعنا ابني المراهق انصت له. في كثير من الأحيان نوجه توجيهات عديدة لأبنائنا مثل قوم سوى واجباتك أو نظف غرفتك أو قومي غيري ملابسك، والمراهق بوعيه الطفولي ينظر لهالأمور إنها أوامر. ومن ناحية أخرى يرغب أبنائنا بأنهم يخرجون مع أصدقائهم في نزهة أو في بعض التجمعات، ومن باب الحرص وكثرة الوعي منا نمنعهم من يخرجون مع صداقاتهم أو أصدقائهم بدون ما نسأل عن السبب. قد يكون مضايق أو قد يكون بيروح مكان فيه ترفيه وفيه أمور مناسبة حق عمره. في التجمعات العائلية أو في بعض المواضيع اللي نطرحها ما نترك أو نفسح للمراهق أو المراهقة المجال بأنه يعبر عن رأيه، بأنه نقول له هالموضوع ما يخصك أو هالموضوع أكبر من سنك، وما نسمح له أو نطرق له المجال أنه يتكلم بأريحية. وكثير ما نشوف بعض الوالدين أنه هو ينتقد نبرة صوت المراهق أو المراهقة أو ينتقد كلماته أو أسلوبه بالطرح، وما يفسح له المجال بأنه يعبر عن أفكاره ورأيه. قد تكون الفكرة مخالفة أو ما يتقبلها الوالدين، يمنعون المراهق بأنه يتكلم أو يعبر عن رأيه ومن وين تبنى هالفكرة، فدائما ما يخلونه يتكلم بأريحية. كل هالأمور اللي تطرقت لها تؤدي إلى انسحاب المراهق أو المراهقة من الحديث، تضعف من قوة شخصيتها بحيث أنها تمتنع عن التعبير عن رأيها، قد تلجأ أو يلجأ إلى أخذ المشورة والرأي من أصدقائه أو اللي يقدمون له الدعم والأمان واللي يسمعون لرأيه بأريحية. والحل أنصحك عند أي حوار أو أي نقاش بينك وبين عيالك أو مراهقينك تجنب أنك تنتقد، أنصت له، فقط قم بالاستماع إليهم. بعد حديثك مع أبنائك تقدر تروح حق غرفتك أو تقدر تروح حق مكان هادي تكتب النقاط اللي تظن أو أنك تشوف أنها مزعجة بالمراهق أو ما وافقت رأيك، وتضع خطة بديلة بأسلوب غير مباشر تتبعه مع المراهق أو المراهقة. أتمنى أنكم استفدتوا من نصايح فقرة اليوم. أشوفكم في فقرات لاحقة. وقف للمعلم وفي تبجيله كاد المعلم أن يكون رسولا. دور المعلم مشاهدينا جدا مهم في إنجاح المنظومة التعليمية وأيضا التربوية، لذلك هو لبنة مفصلية في بناء جيل جديد. اليوم سنلقي الضوء على كثير من المواضيع المهمة التي تخص الطالب وأيضا تخص المعلم من خلال ضيفتي الأستاذة منى اللغاني. يا صباح الخير وحياك الله معنا. صباح النور، هلا فيك. حياك الله. حياك الله معنا أستاذة منى في برنامج شاي الضحى. وفعلا يعني هذا الموضوع جدا مهم، وأتوقع أنه هو موضوع ساعة صار ترند، يعني كثير ما نسمع حاليا الأشخاص يتناقشون حول آلية التعليم ومدى تأقلم الطلبة وأولياء الأمور. وهذه الانطلاقة راح تكون معك أستاذة، شو ممكن أن نأقلم الطلبة على الوضع الجديد في الحضور، خاصة أن صارت الدراسة يوم بيوم؟ أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين أن هالجائحة خفت، وإن شاء الله انتهى الموضوع، ونقول مبارك حق الهيئات التعليمية عودة طبعا. الدراسة وللمعلمين والتربويين جميعهم نبارك لهم العودة الدراسة، يعني شيء جميل حلو الحمد لله أن ردوا أبنائنا المدارس. طبعا نأقلم الأولياء الأمور أو نأقلم الأبناء، هم الحين عيالنا قعدوا سنة ونص بالبيت وكان عندهم دراسة الأونلاين، يعني تجربة جديدة بما تم تطبيقها، فنقول هي كانت تجربة يمكن بالمعايير لو احنا نقول بندقق فيها، بس هي
كانت ناجحة في وقت تطبيقها وأدت القرض وسدت فراغ كبير وقت اللي كان فيه الجائحة وقعدتهم في البيت. الحين ياهم وضع يمكن عودتهم المدرسة لو كانت كل يوم كانت أقلمهم أكثر، بس الحين الوضع على الأولياء الأمور يقع عبء لأن احنا نعاني يعني، وعلى الطلبة روحتهم يوم بيوم يعني تحتاج من ولي الأمر عمل وتحتاج من الطلبة. إذا هم كبار يعني اللي بعمر متوسط وثانوي يتأقلم يعني يروح المدرسة، لكن يمكن بعد الانقطاع الطويل شوية يكون عنده خوف. في بعض الطلبة الجائحة تركت عندهم أثر نفسي داخلي، خوف، صح، فيخاف يعني يلعب معه أو يتقرب، والتباعد والتوصية التباعد لبس الكمام والتعقيم شوي هذا يتعبهم نفسيا، لأن طول النهار خصا أن الجدول اليوم الدراسي ما في فرصة، ما في طلعة، ما في أنشطة، فتلقينا يعني يروح المدرسة ثلاث حصص وراء بعض راحة عفوا حصتين، هذا إرهاق شوية حق الطالب. يحتاج من حتى الهيئة التعليمية أن نعطيه نصائح في البيت لما تروح يعني لازم ترتاح، تسوي حركة رياضة، تتحرك، التغذية، يعني يحتاج من أولياء الأمور أن يعطون أبنائهم نصائح في التغذية، في الحركة، في تفهيمهم الوضع أن إن شاء الله هذا وضع ورح ينتهي مثل ما انتهت القعدة بالبيت، بنروح المدرسة لا علشان يتصب يعني ما يتعبون وهم يتلقون باليوم اللي مشكلة أولياء الأمور اليوم اللي قاعدون فيه العيال بالبيت. اي نعم. اي صح. يسوون معه. صراحه العيال خصا الصغار يمكن بروضه ولا ابتدائي. صح. بعدين يحسون بالملل فعلا. الاولياء الامور خصا الامهات اللي يشتغلون. اي نعم. وخصا الامهات يعني اللي عندها مثلا يعني مساعدين بالبيت اشوى. اللي ما عنده مساعد بالبيت هم بعد يكون عليها ضغط يعني عليها ضغط بحاتي. نعم. نعم. فنقول يعني بعضهم يعطونهم يعني الابتدائي والمتوسط والثانوي عندهم الاونلاين يعني معطينهم دروس في خلال الايام، صح، يلهون شويه يحسون ان هم يقعدون بالوقت في المدرسه وياخذون الحصص، لكن الصغار. نعم. فنقول ان شاء الله وضع وما يطول ان شاء الله، وان شاء الله يعني ياخذ جهد، بس الحمد لله ان احنا رجعنا المدرسه. صح، هذا الحمد الأهم. لله لان الحياه المدرسيه حلوه فاطمه، صح، مو بس مدرسه، هي حياه تعلم فيها الطالب المهارات، التعامل، التركيز، الانتباه، ترى في مهارات وسلوكيات وخبرات ما ياخذها الطالب الا بالمدرسه. هني بوقف معاك استاذه منى في هذه النقطه، عوده الحياه نقول لكن ما عادت مثل ما كانت، هي حالة استثنائية قاعدين نعيشها بحكم أن الطالب في يوم في مدرسة ويوم في البيت. تفضلتي في كلام جدا جميل، المسؤولية زادت على المدرس وأيضا على الأسرة، ولكن لله الحمد رب العالمين مشاهدينا حاط فينا خصلة التأقلم مع أي وضع إحنا نضع فيه. اليوم دور الهيئة التدريسية جدا مهم، راح تعتبر اليوم المدرسة عنصر جذب وبيئة جذب وجدا مهمة كي لا يشعر الطالب بالملل مثل ما تفضلتي ساعات طويلة عشان التباعد مضطر إنه يقعد بالفصل. اليوم دور الهيئة التدريسية أن تكون بيئة جاذبة للطالب وعدم شعوره بالملل. نعم. حابين نتطرق إلى دور الهيئة التدريسية في هذا الجانب. أول شيء نقول إحنا يعني المعلمين مثل ما بديت البداية إنهم اللبن الأساسي. نعم. في التعليم. صحيح. والمعلم هو يعني أنا أعتبره العمود الأساسي في عمل التعليم. فمتى ما كان المعلم شخصية محبوبة عند الطالب، الطالب يحب يروح مدرسة. صحيح. فكل ما كان المعلم شخصية الأب، المعلم شخصية الأم، بحيث أنها تشعر الطالب بحبها. في أساليب تربوية جدا جميلة يتعامل فيها المعلمين مع الطلبة بحيث أنها تكون له المدرسة عنصر جد. شوفي في طالب يحب الحصة هذه ما يحب الحصة الثانية. نعم. بسبب أسلوب المعلم. المعلم لما يكون قريب حق الطالب يعني احنا نشكر معلمينا ترى عليهم عبء كبير وتعب عليهم الصراحة، يعني النظام اللي الحين هم فيه نظام الحصة الساعة كاملة وحصص وراء بعض، وبعد مع قلة الأعداد يمكن معلمين يعانون ناقص،
وغير اليوم اللي ياخذه اونلاين يعد له، يعني في جهد وجهد كبير من المعلمين وضغط عليهم، لكن نقول انتم مهنتكم مهنه الرسل. نعم واجركم عند الله، يعني نحتسب الاجر عند رب العالمين بعملنا مع الطلبه. فنحتاج احنا كمعلمين نكون عندنا اساليب تربويه مميزه في التعامل وبتوصيل الخبرات الى الطلبه، بحيث ان الطالب ما يحس بالتعب. تدرين ترى القعده ساعه متعبه طبعاً من الطالب والمعلم. الطالب القعده ما يقدر يقعد ترى ساعه، خصوصا الاولى الابتدائي الاطفال، يعني قعدته على الكرسي ساعه مستحيل. فشلون يا معلم بالتعامل مع طالب في بتقعد ويا ساعة، يعني تقيد حركته. صحيح اسلوب التدريس اللي راح تستعمله راح يتغير بين كل 5-10 دقائق، راح تعطي اسلوب بين اللعب بين المسابقة بين الحركة بين يعني وسائل تعليم يحتاج يعني اساليب متنوعة. فالمعلم هو الاصل في العملية التعليمية، فمتى ما كان عنده قدرة على التعامل مع الطلبة، وهالوقت اللي احنا فيه ترى استثنائي. نعم فعلا. يعني استثنائي ويحتاج إلى جهد وتركيز من المعلمين، وأنا أقدم لهم تحية صراحة. يعني يمكن أنا أتابع مجموعة من المعلمين في الانستغرام صراحة في الكويت، عند مجموعة معلمين أنا أسميهم فروش بشرية، عندهم طاقات وإبداعات يعني عجيبة. يعني كنت أتابع معلمين مسخرين نفسهم ان يشرحون بالانستغرام حق الطلبه الدروس والكلمات فانا يعني فعلا عندنا معلمين يحتاجون منا الدعم النفسي اكثر فعلاً. من الدعم والدعم النفسي والتشجيع ولو بالكلمه يعني الطيبه، وبعدين هم راح يشجعون نفسهم بعد، وجهدهم كبير يعني الله يعطيهم العافيه. ترى ساعه واحده ساعه كامله بحصه والله يعني الله يعطيهم. واكيد يعني بالنسبه ايضا للمعلمين استاذه، يعني في هذه الظروف الاستثنائيه اذا قدروا فعلا يتعاملون مع كل العقبات اللي قاعد تواجههم راح يطلعون بمهارات جديده. صحيح. في تعليم الطلبه. ودنا نتكلم ايضا عن جانب الانشطه اللي تكون في المدرسه. نعم. كثير من الطلبه كان من الامور اللي تحفزهم حق روحه المدرسه الانشطه والمواد اللي يكون فيها حركه أو اللي فيها فن، أن يطلعون إبداعهم داخل المدرسة. والمدرسة يعني ياما وياما اكتشفت مواهب واحتضنت مواهب. فغياب هذا الجانب نوعا ما في هذا العام أو هذا الفصل الدراسي، هل ممكن يزرع نوع من التكاسل عند الطالب على روحة المدرسة؟ وشو ممكن أن المعلم يعوض هذا الشيء؟ وشوي أنا كان ودي يعني أن يكون لهم حصة تربية بدنية. نعم. لأن الحين إن شاء الله الجو بتحسن وعندهم صالات، والصالات مكيفة وفي ساحات خارجية. فالصف إذا كان فيه 15 طالب يطلع الصف بالساحة يطلع بالصالة، على الأقل يتحركون. صح. يتجدد النشاط عندهم، يتغير عليهم يعني الوضع اللي هم فيه، لأن كل ما صار عندهم حركة وتجديد نشاط يصير عندهم يعني شوية تركيز، يزيد حتى التركيز عندهم. فيمكن هم عندهم بالناحية المختبرات العلوم يخافون من يعني هو الحرص الزايد والخوف، لأن إحنا بداية تجربة جديدة. نعم. يعني ما نلومهم، بداية تجربة جديدة وبعد الجائحة واللي صار. فإن شاء الله بعد فترة لما تمر الفترة هذه وتنجح التجربة يبتدون عادهم شوية يدخلون التربية البدنية فعلا. الفنية مثل الفصل يكون تباعد، يعطيهم معلم التربية الفنية الرسومات. نعم. تغيير الجو شوية. ويعني هم بعد ترى التربية والرحلات بعد الخارجية الطلبة يحبونها. حلو. نعم. إيه بس إن شاء الله بس يمر شوية الفصل بحيث إنها تقل الإصابات. صح. ويبتدون يعني الطلبة حتى إن شاء الله يعني تطعمون اللي ما تطعموا يأخذوا التطعيم، وتصير الحالة الصحة في داخل البلد يعني مستقرة. لكن يعني هم أنا أقول لك القعدة ساعة هم المعلم والطالب يتعب، يحتاج شوية تحركون. وهذا أشوف أنا بعض الأنشطة يسوون أنشطة بسيطة. الحين الزراعة
الحين وقت التخضير، فماخذين مجموعات صغيره يودونهم التخضير تحركون، قاعدين يبذلون هما يعني يبذلون جهد وتعب يعني الصراحه. هذه الفتره المعلمين يعني جزاهم الله خير، وراح يكتسب المعلم مهارات عجيبه اذا استمر يدرس ساعه كامله باساليب تربويه متغيره. نعم استاذه منى، تحدثتي يعني شاكره على كثير من الامور، كيف تكون المدرسه وبقول الفصل بيئه محببه للطالب؟ ابي اسلط الضوء على الاطفال. نعم يعني مثل ما قلتي قد يكون الروضه والابتدائي خصوصا في المراحل الاولى، هناك سلاح أو عدة أسلحة يجب أن يتسلح فيها المعلم. نعم. كي يبني شخصية قوية إيجابية في ظل الظروف الاستثنائية اللي قاعد نعيشها. كونك متخصصة في هذا المجال وكونك معلمة ولك تجارب كثيرة، شنو النصيحة أو شنو توجهين الكلمة حق المعلمين، وما هي الأسلحة اللي يجب أن يتسلحون فيها عشان أنا أقوي شخصية هذه الطلاب، خصوصا أنا أقول اللبنة اللينة اللي توهم في بداية مشوارهم التعليمي؟ المعلم أنا دائما أقول كل معلم يعتبر كل طالب بالصف ولده، والمعلمة تعتبرها بنتها. مثل ما أحب أنا أتعامل مع عيالي أتعامل مع الطلبة كأنهم أبنائي، أعطيهم أسلوب التعليم بأسلوب الحب وأسلوب الأم والأب، بأسلوب يعني التربية ما هي أسلوب يعني يكون تعامل وسط لينة فيها حزم وفيها شدة يعني حزم وليونة حسب الموقف اللي مر فيه الطالب. لكن كل ما الطالب كنت انت يا معلم عطيته الخبره باسلوب الحب والاحترام، يعني احترام الطالب وحبه والصبر عليه، تدرين ان الطالب التعامل معاهم يحتاج صبر، التدريس يحتاج صبر صحيح، يحتاج تحمل، يحتاج قدره على الصبر والتحمل وقدره على العطاء. فالإنسان إذا حب وظيفته ومهنته راح يعطي فيها بدون حدود، فلازم إحنا كمعلمين نكون حب مهنتنا أول شيء، نتحلى بالصبر، نتحلى بالقدرة التحمل على هذه المهنة الصعبة، ونتعامل مع الطلبة كأنهم أبنائنا، وهم فعلا أبنائنا صحيح، معيالنا عيالنا، لأن الآباء والأمهات سلموكم أمانة داخل المدرسة ويستمرون معاكم سنوات يعني وهي أمانة بيتكم بالبيت داخل المدرسة وتعيشون معاهم، إحنا نعيش معاهم كهم عيالنا بالمدرسة ويتنقلون من صف لصف. فكل ما كان المعلم قريب بأسلوب الحب والاحترام مع الطالب كل ما كان أقرب لقلب الطالب، وكل ما كنت أنت قريب لقلبه ومحبته يتقبل منك المعلومة والخبرة، يحبك يعني لما يحبه ياخذ منه ويتعلم ويستانس ويروح المدرسة ويقعد بالبيت مستانس يؤدي الواجبات، ما يحس بثقل وكر للمكان اللي فيه. فعلا سبحان الله المشاعر في هذه المرحلة التعليمية تكون يعني واضحة في حتى تنعكس على ميول الطالب التعليمية في اختياره انه يكون ادبي او علمي في هذا الجانب. ودنا نتكلم عن جانب الحفظ والفهم، هالكلمتين اللي دائما مرتبطين ببعض في عالم التدريس والتعليم، شلون ولي الامر يتاكد او يحفز يعني ابنائه في البيت فانهم الاهم ان هم يفهمون ما يحفظون؟ صحيح، لان شو الفائده ان طالب يتخرج يعني وهو حافظ ويردد كلمات وهو اساسا ما يدري شنو هي ومو فاهم معناها ومغزاها وانعكاسها ايضا هالشيء على حياته وعلى سلوكه وشخصيته اللي تكون غير ناضجه، لان هو بس حافظ ومو فاهم شيء. هو شوفي هو الاساس الأسلوب التدريس من المدرسة. صح. يعني المعلم لما يتعامل مع الطالب بأسلوب الفهم والاستكشاف بحيث أنه يعطي الطالب التفكير المنطقي استكشافي يحل المشكلة يوصل إلى الحل بأسلوب التفكير المنطقي، مو بأسلوب أني أعطي معلومة يلقنها وحفظها إياه رح ينساها. صح. رح ينساها، ما رح يكون في يعني فايدة. يربط المعلومة بأسلوب التحليل والتفكير المنطقي والاستكشاف والوصول إلى الحل، يعني مثل تجربة الحين، وخصوصاً أن الطالب الإنسان تثبت في عينه في إنسان تقول بصري، في إنسان سمعي، ف
يعني كل طالب عنده قدرات، لما المعلم هو الأساس كله من المعلم، يستعمل أساليب التدريس وراعي الفروق الفردية بحيث يعطي كل طالب المعلومة بطريقة توصل له ويتأكد المعلم. لابد أنه يتأكد أن الطالب أخذ المعلومات والمنهج بأسلوب الفهم والتحليل والتفكير المنطقي وحل حل المشكلة، وليس بأسلوب الحفظ. هني البيت يعني أنا لاحظ ملاحظة، يعني الصغار بالابتدائي الأمهات لا تخلون اعتماد الأطفال عليكم أبنائكم، أنت خلي ولدك حطي له ساعات معينة لأداء الواجبات والمراجعة، وجهزي له المكان بالبيت وهيئي له أن هذا مكان تقعد فيه اليوم، اختار المكان، هذا مكان تدرس تراجع، وعطيه وقت المراجعة وعطيه فترات راحة بين المراجعة. لا تكتبين عنه، لا تسطرين دفتر عنه، لا تحفظين عنه، خلي الابن هو يحفظ. إذا آية خلي راجع، إذا ما فهم ساعديه، لأن الحين في المناهج تغيرت، في بعض الأولياء الأمور يشرحون خطأ وهذا غلط. لازم الولد أو الطالب يجي البيت وهو فاهم، إذا ما فهم هذيك الساعة نراجع المعلم ونقول له ترى ما فهم وكذي. نساعده بالبيت، نساعده أسلوب المساعدة وليس أسلوب أني أنا يعتمد علي ولدي بكل صغيرة وكبيرة. أو الغضب أحيانا في أولياء أمور يعني يغضبون بشكل كبير على أبنائهم، تقول يلا اقعد، هو طفل وأي إنسان يمل، إحنا الكبار نمل من القعدة، صح؟ فإذا قعد ربع ساعة سوى الواجب عطيه 5 دقائق 10 دقائق يرتاح يلعب شوية ويرد يكمل. لا تخلونهم مثلا ساعتين ثلاثة هو بروح الحين يلا يتقبل يقعد ويكتب ويراجع بعد بتجبره. فيحتاج عند داخل البيت صبر وبالمدرسة. فهني يعني وحتى لازم يعني على سالفة إنه يتخرج الكبير غير، يعني أسلوب التعامل مع الأبناء والطلبة بالعمر مرحلة أكيد العمرية. أستاذة منى مثل ما تفضلتي حسب مرحلته العمرية، وإن شاء الله ختام لقائنا معك راح يكون نصيحة إلى فئة معينة، ألا وما نقول اللي راح يخلصون الثانوية العامة. حياتنا عبارة عن قرار واختيار. البعض يتدخل في اختيارات أبنائه، علمي أدبي أو في تخصصه. إن شاء الله نصيحتك في ختام لقائنا إلى الأهالي وليس الطلاب في عدم التدخل في اختياراتهم. شوفي هو كل ولي أمر وكل أم تحب يكون أبنائها الأفضل، أي نعم، ولكن ما نجبرهم. لكن شلون أعرف ولدي؟ بعض الأبناء ما يعرفون اختيار، يقول محتار ما أدري شو أسوي. فهني يعتمد على في أساليب ثانية اللي هي أسلوب التوجيه الأكاديمي حق الأبناء بحيث يختارون التخصص اللي يناسبهم. نعم، شكرا لك. شكرا لك أستاذة منى اللغاني، نورتينا في برنامج شاي الضحى. وإحنا اليوم بعد حابين يعني نكسر الروتين في حياتك وتغيرين جو في مجمع البوليفارد. لا حلو القعدة واللوكيشن والمنظر، نورتينا. لا وأنتم ما شاء الله منورين، ما شاء الله عليكم. تسلمين كل ذوق، أنت دائما تنورينا، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذة. كذلك وصلنا افتخار لختام حلقة اليوم من برنامج شاي الضحى، ويبي لنا افتخار ان بعد الحلقه نشرب قهوه نتمشى بالاجواء الحلوه في المجمع. نعم، شكرا لك فاطمه، وشكرا لمتابعتكم ومتابعينا، وان شاء الله نشوفكم دايم في مواضيع مهمه نطرح من خلالها الحلول. نشوفكم على خير، مع السلامه. مع السلامه.